قلت ايه هي عمده في الموال الناسخ ده؟ خلاص يا شيخ محمود، بالنسبه لموضوع راويه ده هنشوف ان شاء الله. يا ابوي هتشوف ايه؟ لك ما خدتش بالك من كلام انت. ما خلاص يا سيدي قلت لك هنشوف، مش كل حاجه ليها اجراءاتها؟ انا لازم امشي بالاصول وامشي بالقانون. انت قلت اللي عندك وانا قلت لك هشوف، يبقى خلاص. السكات على حاجه زي دي يا عمده معناها موافقه على الفسوق والفجر. نادي نادي يا شيخ محمود، مطلوب محمود يا اخي. يا ابوي انت الصراحه اللي لازم تلايموها عاد. ايوه، وتخلي الوليه اللي اسمها راويه دي تلايمها وتلم نفسيها، ولا حتى تغوروها برا البلد واصل، خلي البلد تنضف. اسمع بقى يا شيخ محمود، احنا سامعين كويس قوي ودريانين باللي بتعمله راويه دي، احنا مش نايمين على ودنا يا اخويا. تبقوا نايمين على عقولكم وقلوبكم عاد، ما تاخذنيش. طيب قول لي كده، سايبها ليه لحد دلوقتي ما كلمتهاش؟ اقول لك انا بقى يا اخويا انا سايبها ليه؟ لان لازم انا امسكها بالقانون، امسكها تلبس بالدليل، مش اي كلام جهجهوني كده وخلاص. انا مالك يا عم؟ والنبي ما تعصب نفسك، احنا في ايام مفترقه يا اخويا، النهارده عيد. خلاص يا شيخ محمود، خلاص يا اخويا قريب هتسمع اخبار كويس. في حاجه تانية يا اخويا؟ لا يا ابو، فيش حاجه تاني. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بنت يا بنت، بنت قولي لي يا بنت، هو انت يعني سنك يعني قد ايه في الكايه؟ أنا مش عارفة هو كم تحديد، بس يعني هم ساعة ما اتجوزت أبو العيلة كانوا سننوني وكده. أيوة يعني حوالي، يعني مش بالظبط، يعني في حدود كده. طب أقول لك يعني ممكن كده يعني تروحي وأنت جاية؟ ها؟ يعني تيجي كده وأنت رايح. إزاي؟ يعني امشي يا بنت كده وأنت بتتمشي عشان أشوفك كده وأنا شايف. الأمر لله، أمر لله. أيوه. هي راحت ما جاتش. في إيه يا تاني؟ متكيف منك يا عمد. فاطمي بنتي يا فاطمي، أنت يا بنتي يا فاطمي. يا حمدي ابو العيله، ازيك يا ابو العيله؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانت طيب. انا يعني يا اول ما لقيت حفيظه كده خارجه من الدوار قلت اجي للبت فاطمي اعيد عليها واقولها كل عام وانتم بخير ونقعد نتحدث مع بعضينا. اللي هي فين؟ في دوار العمدي. ايوه، هو ما بيقدرش يستغنى عنها خلاص، وهي بالتقصول تلاقيها راحت له برضه عشان تقول له كل عام وانتم بخير. تقصدي ايه يا حمدي؟ اقصد ايه؟ خليها براحتها، تدعك المواعين براحتها، تمسح البلاط براحتها. انت بتتلوني كده ليه يا وليه؟ ما تتكلمي بالمعدوم. قال يا لهوي يا مستهوي، يا خرابي يا عرابي، لا بتلون ولا غيره. وانت اخويا مش هتقدر عليها، هتتشطر علي. انا بس حزنانه عليك، حد يسيب الفرس دي ويروح للبخل؟ مش عايز حاجه يا ابو العلي؟ كل عام وانتم بخير. تعيش وتعزم يا عمدتني. بيني وبينك يا اخويا انا اللي بحب اعزم ولا تعزم؟ ستقول ايه بقى الحفيظه؟ كل موسم الاقيها عزمه للعيله وعيله العيله والكبار والصغيرين، ده حتى السيد اللي بيجي متخفي عزماه، بس الحمد لله ان هو مش جاي،
بقول لك ايه يا مبروك، يبقى اقعد اتغدى مكانه وانت هيخسره بخساره. تعيش تعيش يا عمدة ابو الكرم كله، بس سيبك انت من شويتين دول، مش ده برضو يا عمدة الموضوع اللي ماكنين بيني وبينك يا مبروك؟ البت فاطمة مجنناني. معاش ولا كان اللي جننك والعياذ بالله يا عمدتني. البت يا اخويا زي ما تقول ايه، شقت عقلي نصين وشقت قلبي خمس تربع، وقعدت كده واستربحت وقالت لي بقى اتلقى بقى وعدك يا مشتاق واتلسوع بنار الاشواق. والله البنت فاطمه عملت لها كرامات يا عم، وخليتك تقول شعر اهو. خد بالك يا عم ديتني، عشقك للبنت فاطمه دي لازم تطبقه لمصلحتك، لانك لو ما طبقتوش لمصلحتك ممكن قوي يا سبحان الله يقل من هيبتك ومقامك. لا هطببه هطببه ونص وخمس تربع كمان. اسكت يا محمد بقى احسن لك. ها انت عمال تلاقي كتير. يا سلام يا اخويا، يعني راسك هي اللي ما فيهاش. اما فاطمه بتلاقي كتير في راس زينب. انت يعني يا اخويا جاي على ميعاد الاكل عيد؟ ايه الدناوه دي؟ ربنا ما يقطع لك عدا يا عثمان يا اخويا. يوم العز ما عندك التانية ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا استاذ حفيظ. تعالوا يلا يا عيال، عيدوا على عموك العمدة وادعوا له ادعوا له ربنا يكبر بخاطره كده. يلا خدوا منه العيدية. لا مش هدي حد حاجة، ما كفاية الطفح ده كله، العبوا عيد يلا، العبوا عيد. يلا يلا يا أولاد روح. يا أهلا يا أهلا يا دي النور. كل سنة وانتي طيبة يا سلفيتي، والسنة الجاية إن شاء الله يا أختي تكوني شايلة عوضي كده على أيديكي. ندرن عليا ندرن عليا لو حصل، يعني لو حصل. ومقام سيدي السايح لكون ده بحالك ذبيحة، إنما إيه ذبيحة بحق وحقيقي. ربنا يجعله عيد مبروك علينا جميعا. انتي يا أختي لما عارفة إن قرايبك مش جايين، إيه ده كله؟ ليه كده؟ هي غرامة وخلاص. يا أم دي البركة في اللي موجودين. ربنا يديم العز. كل يا عمدي. لا انا والشيف. كل. يلا بسم الله. يلا كل كل يا علوان. سيب يا عمدي انا هقطع لك، انا ما تمديش ايدك انت ما تزفرهاش. خد. وانت خلصي واقعدي لي جوه. كل يا حبيبتي. كل بالهنا والشفا. تعالوا عامر يا استاذ حفيظ. قولي انت بقى. فصص لي. كل سنه وانت طيب يا عثمان. وانت طيب وفرحان، اقعد كل. فين العيدية؟ لما اكل اديك العيدية. اقعد كل. كل سنه وانت طيب يا حفيظة. اهلا يا اخويا، كل سنه وانت طيب. كل يا اخويا كل. قلت له يعني خلاص بعد ما تعبتنا دلوقتي الجدي ده عاجبك؟ قال عاجبني بس قال ودنه مقطوعه. قلت يا راجل ودنه مقطوعه انت راح تشغله في الاذاعه؟ بيتي يا حنان. يا نعمين يا ستي. اجري جيب لنا قمعين حلاوه. يلا يا بت بلاش حسواكه. فراري. يا ابوي يا ابوي على الناس اللي ما عرفاش ربنا ولا خايفه منه دي ناس، اللهم ان لم تهديهم فخذهم يا رب. يا رب يا رب الناس الفاجره دي تاخذها يا رب يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفتي بقى إني كان عندي حق لما قلت لك أتجوز، وما قلتش كده يعني غية في الحريم ولا حاجة، بس عشان فهمه واللي قالته. ياما نفسي أكسر نفسي. نفسي أنشف الضحكة اللي على طول مطلوقة في حال إيه دي. ما هو اللي ينشف ضحكتها دي إنك تجيب العيل تقوم هي تتنقط وتعرف إنها لا هتطول أسود ولا أبيض. أنت عايز إيه دلوقتي يا عثمان؟ يوهو هو احنا اللي نقوله نعيده؟ ما قلتلك لازم اتجوز. ولازما ليه يا اخويا؟ ما نشوف اي صرفه تاني. يا حفيظه هنضحك على بعض. يا بنت الايام بتجري والسنين بتفوت. هونت عليك يا عثمان.
عليك العشرة. ولا عمرك تهوني أبدا يا بنت. فهميني، أنا وإنتي ملناش غير بعض، وأني وإنتي نعتبر واحد، يعني أنا بقيتك وإنتي بقيتي، وملناش أي حد في الدنيا غير التاني. وأخوي علوان زي ما أنت فاهمة يتمنى إن أنا أموت النهاردة قبل بكرة عشان يورث، وإخواتك المقاطيع دول اللي واقفين في ظهرك وعاملين إنهم حامينك يتمنوا اليوم اللي تروحي فيه. إيه بقى اللي يرجع كل دول عن اللي في نيتهم؟ حطت عينك على مين يا عدمان؟ شوف برضو الولية تقول لي حطت عينك. يا بنتي أنا مش بقول الكلام ده طمعا في الحريم، أنا بقوله عشان الصالح. أيوة يعني مين؟ يعني إيه رأيك في البنت فاطمة؟ فاطمة مين؟ فاطمة مين إيه؟ فاطمة اللي بتخدمك تحت في الدوار. عايز تتجوز خدمتي؟ عاوز تعمل راسها براسي؟ عاوز تخلي مقامها من مقامي؟ لا، هتفضلي انتي ست الستات. وهي بنت البتات. يعني انتي تقولي لها يا بنت، هي تقولك يا ست. طب دي متجوزة يا عمد ولا دي كمان متعرفهاش؟ يا ست انتي بس قولي اي وملكيش دعوة بحاجة، كل حاجة سهلة في ايدينا. هتطلقها من جوزها يا عمدي؟ يا بنت افهمي، دي عيلة وحدانية، يعني لا عيلة ولا ظهر ولا سند، يعني يوم ما تخلف وناخد منها ابنها محدش هيقف ليها ولا يطالب بحقها. قلت ايه؟ توافق. البت تحت واني فوق تعبان. انت يا بنت نعمان. يا ست نعمان، انت بتعملي ايه؟ انا خلصت كل اللي وراي. طب اتفضلي اكنسي المطبخ. حاضر يا ست. والله كنست. سيب البتاع اللي انت بتعمليه ده. هسيب ايه يا ست؟ سيب المكنسة اللي في ايدك دي. تعالي نضفي لي الفرن. حاضر يا ست. حاضر. عنك يا ست. حواف، تعالتي ليه؟ شوف حول عليه. أنا مانيش رايحة أدور لهم تديه تاني. أهلا. إيه اللي حصل يعني؟ ما حصلش حاجة.
أنا ماليش رايحة أدور العمدة ده تاني حتى لو فيها موتي، بس كده. بس ايه اللي مرمغك في التراب كده؟ حاول ايه؟ حاول ايه يا رب؟ مش كفايه بقى يا رب ذلي ولا ايه؟ كفايه يا رب، انت ما بترضاش بالظلم ابدا يا رب، انت رحمن رحيم، اكتب لي عنها بقى يا رب، ارحمني يا رب برحمتك. انا مش معترض يا رب على حكمك، بس انا تعبت، تعبت يا رب، يا رب ارحمني بقى يا رب يا رب. ايه اللي مرمغك في التراب كده؟ وقعت، وقعت يا ابو العيلة في الارض، وقعت. ايوه ايوه وقعتي، واللي يقع بيتمرمغ من كل يمن كده. ها؟ تقصد ايه يا ابو العالي؟ ها؟ قصدك ايه؟ العمدة مش طايق يبعد عنك دقيقة واحدة. ليه يا فاطمة؟ ليه كل ساعة والتانية يبعت يجيبك؟ السؤالات دي يا ابو العالي، السؤالات دي تقصد ايه؟ قصدي انت عارفاه وفهماه والناس كلها بتحكي وتعيد فيه، وانا حمار بيه مش فاهم. انا اقول العمدي بقى طاري وياني كده ليه؟ هي الحده يا اولاد بتحدي في كتاكيت. لا لا لا، انت مش ابو العيلة، انت مش ابو العيلة، مش ابو العيلة. لو يجيب لي الحكيم ويبعت لي فلوس ويديك كحك. خسارك يا خسيس، خسارك يا خسيس يا ظالم. انا نزومي فين يا ظالم زي كده؟ انت اتخبلت في مخك يا راجل؟ أنا بعد كل اللي عملته عشانك ده تظن فيا صلي ده يا ابو العلي؟ أنا شايلك أنت وأمك وعيالك في حباب عيني الجوز، أنا تتهمني تهمة زي دي؟ أنا تتهمني تهمة زي دي يا ابو العلي؟ أنا تعليك فاطمي يا ابو العلي؟ ومقام السايح، ومقام السايح ما أنا قاعدة لك فيها دقيقة واحدة يا ابو العلي. مش هتقدري ترجعي للعمده تاني؟ لا، انا ما رجعش للعمده يا ابو العيل، ما رجعش للعمده يا ابو العيل. انا غايره من الدنيا كلها، غايره من الدنيا كلها يا ابو العيل. وما امسي دير حسين يا ابو العيل، ما حدش يشوف خلقتي تاني يا ابو العيل. يا بنتي مع الكلب ده كلب. اوعى يا ابو العيل بقى، كفايه كفايه. Thank you.
الدنيا تعبتني قوي يا غالي، وجرت عليا وظلمتني. ايوه والله يا امي ظلمتني، وحتى ابو العيله جوزي هو كمان جرى عليا وظلمني وظن فيا العيب. واني والله يا امي ما عملت حاجه. الله يسامحك يا ابو العيل. لا الله لا يسامحك يا ابو العيل، الله لا يسامحك بحق الظلم اللي ظلمتهولي. انا مش مسامح، والله انا ما مسامح. لا يا رب، لا لا سامحوا النبي يا رب، انا ما استحملش عليه حاجه. الله يسامحك يا ابو العيل، الله يسامحك يا ابو العيلة بحق ما ظلمتني. الله يسامحك يا ابو العيلة، الله يسامحك. بسم الله الله اكبر. السماء صافي والقمر بدر. ايوه والطلع هيتوافق، باين انك هتنول المراد يا ست الستة. يا رب يا نظيمه. بس انت بقى والنبي يلا بسرعه، حسن انا جتتي متلبشي. جمدي قلبك عشان سعيني يجي بفايدي. النسوان والكودي مستنيينا في الدار. يلا بسم الله. عارفه لو ما حصلش يا نظيمه المره دي انا هموت نفسي. بس هموتك انت الاول. هيو المره دي هي اللي عليها العين والني، بس انت تقول اللي حفظتهولك. طيب يا ساتر يا رب عليكي، انت مالك يا وليه كده بتتحولي؟ انت بقيت شبه العفاريت ليه؟ القبر دي ينفع. ينفع ازاي يعني؟ تقولي اللي حفظتهولك وما تغلطيش واني ماشيه. لا طب خليكي والنبي قاعده معايا شويه. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لابد ان تكوني لوحدك. ليه؟ وانا هستناك هناك. ليه؟ طب قولي لي هي الاسيد هتطلع لي هنا ولا ايه؟ ايوه وحشتني يا غالي، وحشتني ضمتك قوي يا اما. والنبي يما تاخديني جارك، خديني حداكي. انا خلاص مش عايزه اعيش الدنيا دي، والله يما انا ما عدت قادر اعيشها. خديني حداكي يما، والنبي يما تاخديني حداكي يما، خديني حداكي يما. الله يخليك. يا رب يا رب الانس والجن، ارمي في بطني حصوة عيل ان شاء الله هيحوحد باسمك يا رب. انا يما والله زي ماني، والله يامي انا زي ماني. لو لقمة قد كده بتفرح قلبي وتبسطني، بفرح بنسمة الهوي لما تهب علي وانا وسط عيالي وجوزي. جوزي يما اللي جرى علي، بدل ما يوقفني اللي ظلمتني ويقول لها غوري غوري من طريقنا يا بنت الكلب، جرى علي انا يما. بدل ما يقول لها انكشحي انكشحي. الحنين يا نظيمة، الحنين يا نظيمة، طلعولي بقى يا علي انا يما، يا علي انا يما. ربنا ما يحرمك من نور عينيك يا فاطمة، ويديك على قد طبتك وصبرك على همي وهم عيالك وابوهم. ربي يكرمك ما يحرمك يا بنتي. اما فاطمة خرجت من البيت يا ستي. بتكلميني يا زينب؟ بس يا بنت يا زينب، نام يا بنت. ابا ضرب امي وخرجها من الدار يا ستي. ضربها؟ ابو العيلة؟ انت يا ولا ابو العيلة؟ ايوه يا امي. يا ابو العيلة بكلمك رد علي. ايوه يا اما. قال يا ابني انت ضربت فاطمة وخرجتها برا الدار. هي دارك ده تبقى حاجة من غير فاطمة، ولا انت تبقى لك لازمة من غيرها؟ خيوب عليك، تضربها ليه يا ولا؟ ده هي اللي شايلانا. قطعت ايدك بعد رجلك. اما انت مش عارفة حاجة يا اما،
مش عارفه حاجه. انا مش سامعاك ولا عاوز اسمعك. انت تخرج قوامك تجيبها، ولو ما رجعتش بيها ما ترجعش، ولا عاوز اشوفك. ازيك يا حسين؟ بهدي؟ ابو العيلة؟ خير؟ فكرك يا حسين، لو فطني زعلت مني زعلة جديدة، ممكن تاخد بعضيها وتروح على فين دلوقتي؟ وانت ليه تزعل فطني زعلة جديدة من اصل؟ وانت مالك يا اخي؟ قال لا، هالبتة ما تكون راحت عند العمدي؟ لا لا لا، ما ظنش. لو كان حد شيع عليه انا كنت هعرف. رحت فين بس يا فاطني؟ انا قلت هتهدي خلقي ايه وترجع، بس ما رجعتش. خيها عليك يا ابو العيلة، هي هتلاقيها منين ولا منين بس؟ هيبقى انت وحفيظي في يوم واحد. مالها حفيظي بفاطني؟ الله يجازيه، سلطت البنات على فاطني، مسكوه وضربوه ومرمغوه في التراب. يعني يا فاطني كل دي فكرك تكون راحت فين؟ هتروح فين بصحيح؟ دي لا عم ولا اخ ولا بنت خال. ايوه، انا عرفت هي راحت فين. راحت فين؟ طب قول لي يا ابو العيلة. طب على ماه كده. امال انا غلطان؟
والنبي ما تزعلي. قومي بينا نروح. يا بت خلاص بقى والنبي ما انت زعلانه. وما امي السلاح ما انت زعلانه. تنقطع ايدي يا ستي اني اتمدت عليكي تاني. بس انت برضك ما كانش ليكي حق. كان لازم انت تحكيلي. خفت. خفت يا ابو العيلة. خفت لو تطق في دماغك تعمل عامله كده ولا كده مع العمده ومراته. ودول الناس مستقويين وما يعرفوش ربنا. وبرضك ما كانش ليكي حق تزعلي الزعل دي. اها يعني تظن فيا الظن ده مش عايز نزعل يا ابو العلي؟ يا بت دي معناته اني بحبك وما استحملش كلمه واحده عليكي. دمي فار علي فط. ما كنتش متملك نفسي. خلاص السامح بقى يا فاطمه. لا انا زعلان زعلاني خالص. ما مش سايح ما انت زعلاني. لا انا زعلان زعلاني خالص يا بلال. واني مش قادر خالص. مش قادر خالص يا فاطمه. اخس عليك يا بلال اخس. خلاص بقى. لا مش خلاص. قلنا زعلاني يعني زعلاني خلاص اني زعلاني. فاكر يا عثمان لما جيت تخطبني؟ لا مش فاكر. البواخة دي. لا فاكر. كان عندي 17 سنة ونص. طب ما انت فاكر اهو. وكنت حلوة وصغيرة وشي ده كان قمر. ولا شعري كان حرير. وايه اللي عكننه كده؟ والنبي يا اخويا ما انا عارفة. أسره وانت كمان كنت خايل البنات في الكفر. كل البنات كانت هتموت عليك لكن انت كنت هتموت علي. يا ريت نموت. طب فاكر وانت بتلبسني الكردان وايدك جت يعني تتقطع ايدي قبل ما تيجي يا اخويا؟ ما هي بطلت تيجي. اتكسفت انا قوي وانت وشك احمر. في ايه يا حفيظ؟ عايزه ايه السعاده؟ مبسوطه شويه. عايزه اقعد اتكلم معاك كلمتين. صباح رباح. يا راجل بقول لك مبسوطه شويه. يوه زمان كنت حسيس. ايه الغباوه دي؟ في ايه يا حفيظ؟ ما تنامي بقى ربنا يهديك. مش نايم يا عثمان. ده انا عملت حاجات كتير قوي النهارده. ده انا رحت ال 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 الطرق وعملت زار طلع روحي فيه وعملت في نفسي كل اللي انت شايفه دي. وبعدين تقول لي تنامي؟ مش نايمه. كل دي عشان انا يا بيت؟ ايوه. اتريني في بالك وانا مش واخد بالي. تعرفي بقى ان انت كمان في بالي وانت مش واخده بالك. والنبي صحيح تصدقي ان انا عامل لك مفاجاه؟ ايه مفاجاه؟ ايوه. بعد السنين دي كلها مفاجاه؟ ايوه. غمضي عينك بقى. أغمض عيني؟ أيوه عشان المفاجأة. أهو. أيوه غمضي قوي. أهو. أنا مغمضة عينيا بإيديا.
يلا فاجئني. عثمان